رئيس الجمهورية يودي صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة العيون، والإمام يحث في خطبته على التقوى والابتعاد عن التفرقة. بلادنا تخلد يوم الطفل الإفريقي، ووزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تستعرض الخطة الوطنية لحماية ودمج الأطفال فاقدي السند العائلي. المترشحون لرئاسة الجمهورية يواصلون نشاطاتهم الدعائية في مختلف ولايات الوطن. عيدكم سعيد مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى تفاصيل الواحدة، حيث ادى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني صباح امس بمدينة العيون صلاة عيد الاضحى المبارك، واما جموع المصلين الفقيه صالح والسيدي والاعمر طالب الذي حث في خطبته على التقوى والاعتصام بحبل الله والابتعاد عن التفرقة والالتزام بالقيم الاسلامية السمحة. إلى باحة المسجد التابع لمقر ولاية الحوض الغربي بمدينة العيون، وصل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ود الشيخ العزواني لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. استقبل فخامة رئيس الجمهورية من قبل والي الحوض الغربي أحمد كلي مامادو ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي داه السيدي والعمر طالب، وقد أما المصلين فضيلة الإمام صالح والسيدي والعمر طالب الذي حث في خطبته الأولى على التحلي بروح المسؤولية وتعزيز الأخوة في الدين والوطن، مذكرا بأهمية التعاون والتكافل الاجتماعي، مستدلا على ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إن هذه المحبة التي تجعل المسلم يبادر أخاه بسائر أنواع الوداد والمحبة هي التي تحدث عنها الصادق المصدوق فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والجانب الثاني من هذه الجوانب هو التعاون والتكافل الاجتماعي، فإن القرآن الكريم جاء صريحا في حث الناس على التعاون، جاء صريحا في الاعتناء بالتعاون والحث عليه والمبادرة إليه لما فيه من تمسك هذه الأمة بحبل الله المستقيم، فقد دلت الآيات الصريحة على وجوب التعاون في سبيل الخير والابتعاد عن التعاون على الإثم والعدوان، فقد قال رب العزة والجلال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون هنا شامل لجميع مناحي الحياة الدينية والدنيوية والاقتصادية والاجتماعية. واستعرض فضيلة الإمام في خطبته الثانية قصة الأضحية، وذكرا بالضوابط الشرعية التي تشترط في الأضحية نقلا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي لمن أراد أن يضحي في هذا اليوم أن يتبع تلك الضوابط الشرعية التي جاءت مشترطة في الضحية على لسان الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان: أربع لا تجزئ في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة التي لا تنقي. فهذه الأربعة لا تجزئ في الأضاحي، وقد اتفق العلماء على عدم الإجزاء بها واختلفوا فيما سواها. وعلى هذا الخلاف درج العلامة محمد مولود بن أحمد فال في كتابه الكفاف بقوله: وأربع تقدح في الأضاحي: ما عاق عن تصرف الصحاح من مرض وعرج والعجف وعور، وفي سواها اختلفوا. كذلك مما ينص العلماء عليه في هذا اليوم للمضحي أن لا يذبح أضحيته قبل الصلاة، فإن الضحية إذا ذبحت قبل الصلاة لم تكن ضحية وإنما هي صدقة من تلك الصدقات. كذلك مما نبه عليه فقهاء المالكية في باب الأضحية
أن المضحي لا ينبغي له أن يسبق إمامه بذبح، فإن سبق إمامه بذبح فإن ضحيته ليست مجزئة، وعلى ذلك يقول خليل: ولم تجزي إن سبقه. فلا ينبغي للإنسان أن يبادر أو يتسرع في ذبح أضحيته حتى يتأكد من أن الإمام قد ذبح أضحيته، مع أن الفقهاء المالكيين اختلفوا في الإمام هل هو إمام الصلاة أو إمام الطاعة، والذي عليه شراح المختصر أن المقصود بالإمام هو الإمام الطاعة. حضر صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة العيون إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والسلطات الإدارية والمنتخبون المحليون، وجمع غفير من سكان المدينة جاءوا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك والاستفادة من خطبة الإمام فيما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم. خلدت بلادنا يوم الطفل الإفريقي تحت الشعار حان الوقت لتوفير التعليم لكل طفل إفريقي. وبهذه المناسبة أكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في خطابها المعلن لانطلاق الأنشطة المخلدة لهذه الذكرى أن بلادنا اعتمدت خطة وطنية لحماية ودمج الأطفال فاقد السند العائلي بكل أصنافهم. تحتفل بلادنا على غرار المجتمع الإفريقي كل عام بيوم الطفل الإفريقي الذي يصادف 16 يونيو، ونحتفل به هذه السنة مثل بقية الدول الإفريقية الأخرى تحت شعار حان الوقت لتوفير التعليم لكل طفل إفريقي. أيها السادة والسيدات، تشير الفقرة الأولى من المادة 11 من الميثاق الإفريقي لرفاهية الطفل بأن لكل طفل إفريقي الحق في التعليم والتربية، وهذا ما عملت الحكومة الموريتانية على تنفيذه على أرض الواقع، حيث تتجسد قيم المدرسة الجمهورية يوما بعد يوم، وتمت ترقية التعليم ما قبل المدرسي ومضاعفة مؤشر الولوج خلال السنتين الماضيتين، حيث انتقل من 9% سنة 2021 إلى حوالي 20% نهاية السنة الدراسية الحالية. وتزداد قاعدة الاستفادة من التعليم المتخصص للأطفال ذوي الإعاقة سنة بعد أخرى، حيث يتابع أكثر من 1000 طفل من ذوي الإعاقة تعليمهم النظام المتخصص بفروع مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، ويتابع قرابة نفس العدد تعليمهم في المراكز المتخصصة التابعة لمبادرات وطنية أخرى. كما اعتمدت بلادنا خطة وطنية لحماية ودمج الأطفال فاقد السند العائلي بكل أصنافهم، وفي هذا الصدد تمت إعادة دمج حوالي 5000 طفل خلال السنوات الثلاثة الماضية، فيما أنهينا للتو تنصيب برلمان الأطفال، وهي فرصة لأوجه لهم التحية وأبارك لهم في مأموريتهم الجديدة، واعدهم بأن مطالبهم المتعلقة بالعملية التربوية عموما سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيقها بعون الله. أيها السادة والسيدات، اسمحوا لي بمناسبة تخليد اليوم الإفريقي للطفل أن أنبه الأسرة الموريتانية إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الأطفال، سواء تعلق الأمر بتواجدهم في فضاء الأسرة أو في فضاءات اللعب أو الاستجمام أثناء العطلة الصيفية. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أعبر عن تضامن الأطفال في إفريقيا عامة والأطفال في موريتانيا خاصة مع الطفل الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الحرب الإسرائيلية القذرة على الشعب الفلسطيني، والتي تعد حربا على الأطفال في المقام الأول نظرا للحجم الغير مسبوق للشهداء من الأطفال. عاش الطفل الإفريقي، عاش الطفل الفلسطيني، تحية للطفل الموريتاني. وأعلن على بركة الله انطلاق الأنشطة المخلدة للعيد الإفريقي للطفل. أطلقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من مقر المندوبية العامة للأمن المدني وتسهيل الأزمات بمقاطعة تفرق زينة عملية توزيع المعدات الانتخابية على مختلف ولايات الوطن. ترأس هذه العملية نائب رئيس اللجنة محمد الأمين الداهي بحضور المندوب العام للأمن المدني وتسهيل الأزمات وعدد من أعضاء لجنة الحكومة وموظفي القطاع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقد تم نقل هذه المعدات الانتخابية عبر شاحنات محملة بكافة الوسائل اللوجستية الضرورية للاقتراع، وتمت عملية النقل عبر 5 خطوط هي نواكشوط النعمة مرورا بكيفة والعيون، نواكشوط روسو غورغول، كيدي ماغاك، نواكشوط البراك نتاغانت، نواكشوط جوجوت أطار زوارات، نواكشوط نواذيبو. وترافق هذه الشاحنات وحدات أمنية، حيث من المقرر أن تصل وجهتها في كافة الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية والبلديات قبل 10 أيام من يوم الاقتراع.
نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أكد أن هذه العملية تأتي في إطار جهود اللجنة الرامية إلى تمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي يوم 29 يونيو الجاري. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تبدأ مساء بعد استلام المعدات الانتخابية. اليوم تقوم بإطلاق عملية التوزيع على مستوى التراب الوطني لهذه الآليات الانتخابية من بطاقة تصويت، المحاضر والمخرجات الانتخابية، وكذلك جميع المعدات اللي لاهي تستعمل يوم الانتخاب اللي هو يوم 29 يونيو 2024. وفي هذا الإطار نختار ونطمئن جميع الفاعلين السياسيين من المترشحين ومن جهات سياسية ومن سلطات إدارية عن العملية الانتخابية أصبحت قريبة، ولذلك جميع الأمور التي تعود موجودة على الأقل أسبوع إلى 10 أيام قبل يوم الاقتراع، لأن اليوم عندنا تقريبا 13 يوم ولا 14 يوم التي تمكننا عن جميع هذه الآليات والمواد الانتخابية توصل لجميع الأمكنة بما فيها الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية والبلديات والمكاتب الانتخابية في البلديات، ذيك 238 بلدية. وراجين إن شاء الله التوفيق للجميع ولجميع الفاعلين السياسيين، ولجنة مصرة على أن تبذل الجهد الكامل إياك تمكن المواطن من ممارسة حقه المقدس في التصويت يوم 29 يونيو 2024. والآن نفتح نافذتنا الخاصة بالحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع 29 يونيو الجاري، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. ترأس المترشح لمنصب رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني مهرجانا انتخابيا تم تنظيمه في مدينة العيون. وبهذه المناسبة أكد المترشح أن موريتانيا وفقت خلال السنوات الخمس الماضية في تحقيق إنجازات معتبرة رغم التحديات الإقليمية والدولية. استعرض المترشح لمنصب رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني خلال مهرجان انتخابي بمدينة العيون الإنجازات التي تحققت في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأوضح المترشح أن هذه الإنجازات شملت تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد في جو إقليمي مضطرب، وتطوير نظامنا الديمقراطي، واعتماد نموذج تنموي يعطي الأولوية للمواطنين الأقل دخلاً، وإطلاق برامج واسعة في مجالات الصحة والتعليم والطرق. وتحدث المترشح محمد الشيخ الغزواني عن بعض البرامج الاجتماعية التي تحققت لصالح ولاية الحوض الغربي خلال المأمورية الأولى، حيث استفاد 77,000 من سكانها من التأمين الصحي و12,000 أسرة من التحويلات النقدية بصورة متواصلة، بالإضافة إلى تشييد مركز استطباب العيون. وأكد أنه سيعمل في حال فوزه على توسيع وتكثيف الإنجازات ومعالجة المشاكل المطروحة في هذه الولاية من خلال مضاعفة الاستثمارات في مختلف المجالات التنموية. متعهد لكم إن شاء الله بمضاعفة الاستثمارات المخصصة لهذه الولاية الجميلة، ودور يعود أغلبها إن شاء الله يدور يوجه للرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية. ومتعهد لكم إن شاء الله بمضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية، يسوى ذاك منها يعني التأمين الصحي، ويسوى ذاك منها يعني التوزيعات المباشرة على السكان الأقل دخل.
ومتعهد لكم على اني ندور نشتغل على الاسراع بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي اللي يشمل كافة مدن الحوض الغربي، ومتعهد لكم اني ماني لاهي ندخر جهد في تنفيذ اولويات استراتيجية في الولاية، كيف الميناء في البر، في البر في جوجي، وإنشاء المنطقة التجارية من حول الميناء اليابس. وقالها المترشح محمد الشيخ الغزواني إنه عاقد العزم على إطلاق ثورة زراعية تمكن البلد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المواد الأساسية، والعمل على تحسين أوضاع العمال، خاصة عمال قطاعات الصحة والتعليم وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وإصلاح نظام التقاعد. وفي كيف عقد المترشح لرئاسة الجمهورية السيد محمد أمين المرتجي الوافي لقاء جماهيريا بالمدينة، وقد خصص هذا اللقاء لشرح جوانب من البرنامج الانتخابي للمترشح المقدم لنيل ثقة الناخبين. في ثالث لقاء دعائي اختار المترشح للانتخابات الرئاسية محمد لمين المرتجي الوافي مدينة كيفة عاصمة ولاية الأصابع. وقد شكر المترشح لاستحقاقات 2024 محمد لمين المرتجي الوافي من حضر هذا اللقاء من ساكنة مدينة كيفة رغم الانشغالات المرتبطة بإحياء عيد الأضحى المبارك وارتفاع درجات الحرارة بالمدينة، شاكرا النساء والشباب عامة على مستوى حضورهم لأنشطته الدعائية منذ انطلاقتها من مدينة النعمة وحتى كيفة مرورا بمدينة العيون. وعرج المترشح خلال هذا اللقاء على ما أسماه إخفاقات السياسيين الذين حكموا البلد وحرموه من الاستفادة من موارده الكثيرة، مما انعكس جليا على ظروف عيش المواطنين على حد وصفه. من الساعة اللي فقنا وإحنا فما شيرني ما هي أسرة هي الحاكمة البلد تنهب بخيراته والبلد يعيش كيف اللي مازال ما فات بدقام عند الراس بدون تعليم إلين تعدل العاصمة اللي هي العاصمة اللي تتعود فيها تكسح ولين تقيس الداخل يوجع قلبك قاع بهذي دقاع ما لا تقول لنا ما هو معناته. بلد 2024 وإحنا مازلنا عندنا مشاكل في الكهرباء ومشاكل في المياه ومشاكل في الصحة، هذا حقيقة مؤلم وظالم منال على اليالة الناس توعى ويالة تتغير الحال ولا يتغير ولا أنتم. إحنا مسؤوليتنا عدلناها، قبلنا مبادرة 2019 وعندنا شرف علينا شعلنا هذه الحرارة في الشباب وقلنا لهم وهاو جاي نغيروا ونقدوا ونترشحوا والشباب يقد يترشح وعدلناها وأكدناها 2024. المنسقة الجهوية لحملة المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة محمد لمين المرتجي الوافي على مستوى ولاية الأصابع فاطمة بنت عمار أعربت باسم مناصري المترشح بهذه الولاية عن سعادتهم باستقبال مرشح التغيير الآمن على حد وصفها، مؤكدة باسم مناصريه بالولاية أنه أمل الشباب في إحداث التغيير من أوضاع البلد في حال نجاحه في الانتخابات القادمة على حد قولها. وكان المترشح لاستحقاقات 2024 محمد لمين المرتجي الوافي قد أجرى توقفين في كل من قريتي صنداج شماط ومدينة طنطان خصص للإطلاع ميدانيا على ظروف الاستفادة من الخدمات المقدمة لسكان هاتين المنطقتين من طرف المصالح الحكومية. وطالب المترشح من التقاهم في هذين التوقفين بضرورة السعي لاختيار من يصلح لقيادة البلد والتفكير في منح الأصوات لمن يؤمل فيه الإصلاح. عقد المترشح أوتومار سوماري في مدينة سويرات لقاء دعائيا تطرق فيه إلى واقع المدينة العمالية ومستوى استفادتها من شركة السنيم وعائداتها السنوية، واستعرض المترشح أمام الحضور الخطوط العريضة لبرنامج الانتخابي واستراتيجيته في تنمية المدينة المنجمية.
هكذا تبدو مدينة زويرات العمالية في يوم قبل عيد الأضحى المبارك، يتشتت فيه ذهن العامل بين ضرورات التحضير للعيد وحضور المناسبات السياسية في الوقت المضغوط والخانق على حد تعبير المترشح أتوما أنتوان سوماري، الذي حرص رغم كل الظروف على التواصل مع ساكنة المدينة العمالية، وهم يتقلبون بين دوامين، دوام العمل ودوام التحضير للعيد وصوم يوم عرفة. يقول المترشح: هذا اللقاء السياسي الذي نظمه أنصار المترشح في المدينة، أكد أتوما سوماري، إنه لقاء هام ولو لم يكن الوقت مواتيا لمواطني المدينة، لكنه ضروري لطرح أسئلة سريعة على ساكنة الزويرات من قبيل علاقتهم بأكبر شركة وطنية للمناجم، وعن مدى استفادتهم من وجودهم فوق ذات الأرضية التي تحقق منها الشركة عائدات مالية وأرباح معتبرة، ثم ماذا عن شركة سنيم ذاتها، وهل هي وفية لمهامها؟ يقول المترشح: أم هي ضحية الاستغلال والفساد والزبونية وتوجيه الموارد في غير وجهتها؟ يستطرد المترشح: لا نسوي لكم لا نصنعت لكم، نسوي لكم معيشكم شنو هو ذي اللي انتم شايفين عني قجو عدلكم يصلح حياتكم، من رعا اللي دخل السنين الموريتاني كاملها، من رعا انكم انتم حاسين ان تستفادوا من على مرحلتكم انتم على مستواكم به اللي الحمد لله رب العالمين نظام التسليم هو اللي تنفس به موريتاني، روح موريتاني نظام التسليم مولي بدات تمشي في تمويل شمايان الى سنين. انا مازلت صغير كان ينقال عن موريتاني هو اللي من نقر العشرايه اللي عندها اكثر الحديد تبيعه العالم، حالا ماتت قافل 100 المئات اللي عدلوا يبيعوا الحديد في العالم موريتاني ما هي فيها. المترشح أتوما أنطوان سوماري مرفوقا بطاقم حملته طالب المواطنين بالتعبير له عن أبرز المشاكل والمعوقات الحياتية التي يعيشونها في مدينة زويرات، وأبرز التحديات التي يواجهونها لنفاذ الخدمات العمومية، وأكد أن وضعية زويرات هي نموذج ساطع اليوم على الإهمال الكبير يستطرد المترشح. وأكد المترشح أن كل هذه الأعراض السلبية في تسيير المرفق العمومي واستشراء الفساد في الدولة العميقة على حد تعبيره سيكون له بالمرصاد في حال تمت تزكيته في انتخابات 29 يونيو الجاري. المترشح للانتخابات الرئاسية 2024 مامادو بوكاربا، مهرجانين منفصلين في بعض القرى التابعة لمقاطعة مقامة، واستعرض المترشح الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي مقدما مقترحاته في تنمية هذه القرى. كانت الساعة تشير إلى 5:30 مساء عندما وصل المترشح للانتخابات الرئاسية مامادو بوكاربا إلى قرية غارلي بمقاطعة مقامة في ولاية غورغول، ورغم الشمس الحارقة فإن مناصر التحالف في القرية حرصوا على التواجد لدعم المترشح. أنصار المترشح أكدوا في مداخلاتهم تميز برنامج مامادو بوكاربا للعبور بموريتانيا إلى طريق التقدم، كما استعرضوا المشاكل التي تعاني منها بلدتهم كالعزلة والنقص في البنية التحتية التعليمية والصحية وبطالة الشباب. وقد طالبوا بالتصويت للمترشح في اقتراع 29 يونيو الجاري. المترشح للانتخابات الرئاسية 2024 مامادو بوكاربا عبر عن سعادته لمهرجان غارلي مبينا أن البلد يواجه العديد من التحديات كالحكامة غير الرشيدة وانعدام العدالة الاجتماعية والفساد على حد قوله، وقد تعهد في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بخلق إطار مثالي لتشغيل الشباب والتوزيع العادل لثروات البلد وتعزيز الوحدة الوطنية. بعد قرية غارلي وصل المترشح مامادو بوكاربا إلى قرية والجانتانغ في مقاطعة مقام كذلك. هنا أيضا احتشد مناصر المترشح في مركز القرية للتعبير عن تبنيهم لبرنامجه الانتخابي، حيث تحدثت النساء في البداية عن مزايا المترشح وأكدن على ضرورة حل المشاكل التي تعاني منها القرية والقرى المجاورة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الوثائق المدنية وبطالة الشباب وملكية الأراضي،
وقد طمأنت المتحدثات المترشحة على أن التعبئة وحشد الأنصار ستظل متواصلة حتى يوم الاقتراع وسط هتافات مناصريه وعلى أنغام نشيد التحالف. أشاد المترشح بمستوى التنظيم والتعبئة في قرية ولديان تانغ، وصرح أن موريتانيا عانت من الإدارة السيئة خلال السنوات الأخيرة بسبب عجز السلطة القائمة عن وضع البلاد على سكة التقدم على حد تعبيره. كما أكد أن هذه الوضعية يترجمها على أرض الواقع تهميش والزبونية والتوزيع غير العادل للثروات والفساد وصعوبة النفاذ إلى الحالة المدنية من بين أمور أخرى، يقول المترشح. وقد صرح المترشح أن برنامجه الانتخابي يستجيب تماما للرغبة المتزايدة في التغيير الجذري لنظام حكامة البلد، وأكد أن الأمم لا يمكن أن تقوم على التمييز. واختتم مامادو بوكاربا مهرجانه في قرية والديان تانغ بالتأكيد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والأخوة والعدالة بين مكونات الشعب، ووعد بزيادة مخصصات التقاعد والرواتب لتحسين ظروف حياة الموريتانيين. نظمت حملة المترشح العيد محمد المبارك ليلة البارحة مؤتمرا صحفيا بنواكشوط، أعلنت خلاله عن انضمامات جديدة لحملة المترشح. وخلال المؤتمر تحدث المترشح عن خططه للنهوض بالبلاد. المقر المركزي لحملة المترشح لانتخابات 29 من يونيو الجاري الرئاسية العيد محمد المبارك. هنا نظمت إدارة حملة المترشح مؤتمرا صحفيا خصص للاحتفاء بما وصفته إدارة الحملة التحاق شاب ذي وزن سياسي قادم من مدينة زويرات بركب المترشح العيد المعني واسمه محمد محمود ساسي. قال في تبريره لقرار التحاقه هذا إنه وبعد أن تفحص قائمة المترشحين فتش عما أسماها جوانب الاختلاف التي تميز مرشحه، ومنها حسب قوله أنه شاب هو الأصغر من بين المتقدمين مع أنه الأطول باعا ومشوارا بالنضال، وأنه أي المترشح قيد والعهدة دائما على ولساس قد تدرج في سلم النضال حتى نال تزكية الشعب مرتين، مضيفا أنه لم يقم باستغلال البعد الشرائحي ولم يخضع لابتزاز سلطوي ولم تتلطخ يداه بالمال العام على حد تعبير المتحدث. المترشح العيد محمد المبارك بارك هذه الخطوة. نعتبر اليوم أن مع الحمد لله الفتوحات والإنجازات والمكاسب الكبيرة اللي كسبها مشروعنا في الشمال الوطن ولاية الشمال، غير نعرف عن هذا الانضمام وهذا الدعم من شخصية شابة، شخصية الحمد لله تأثيرها السياسي والاجتماعي يمتد على كافة ولايات الشمال. بيد أن حديث المترشح العيد وهو الثاني له بشكل رسمي منذ انطلاق الحملة لم يقتصر على هذا السياق، فقد أعرب عن استغرابه مما أسماه محاولات البعض التأثير على الحملة عبر أحاديث جانبية وإطلاق شائعات للتشويش على موقفه المعارض الثابت، متطرقا لجملة نقاط أخرى. تعرضوا شباب من طاقم حملتنا ومدينة العيون لاعتقالات، حوالي 10 شباب، وهذا ممارسة قمعية. النقطة الأخرى نكرروا تضامننا مع الأطباء المضربين، ونكرروا إلزام النظام إلزام السلطات عنهم يتخذوا الإجراءات العاجلة الضرورية ياك تنحل هذه المشكلة. المترشح العيد محمد المبارك التقى عددا من أنصاره ضمن مشاورات على هامش هذا المؤتمر الصحفي، مشاورات يقول المترشح وأنصاره إنها تهدف إلى بلورة المزيد من الخطوات التحسيسية والدعائية استعدادا من المترشح العيد محمد المبارك لما بعد عيد الأضحى المبارك. مقاطعة شنبوت، رأس المترشح للانتخابات الرئاسية 2024 برام الدهاء عبيد أمسية دعائية في إطار أنشطته الانتخابية، وبين المترشح خلال هذه التظاهرة الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي داعيا أنصاره إلى تكثيف التعبئة من أجل التغيير.
مهرجان دعائي بمقاطعة بود أبرز من خلاله المترشح للرئاسية 2024 بيرام الدها عبيد الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي. وقال بيرام الدها عبيد إنه ترشح لرئاسة الجمهورية من أجل تحقيق العدالة والمساواة في موريتانيا، مؤكدا أنه سيبقى مدافعا عن الحق، وتعهد عند فوزه برئاسة الجمهورية بتحقيق التنمية الشاملة للبلاد. ووجه المترشح بيرام الدها عبيد انتقادات للنظام، مؤكدا أنه لم يوفر الحياة الكريمة للمواطنين حسب تعبيره، وحث أنصاره على التصويت له بكثافة يوم الاختراع في 29 من يونيو الجاري. وتعهد المترشح بيرام الدها عبيد بمحاربة الفساد والمفسدين. شاكركم يا شعب مبود المناضل، شعب مبود المجيء، شاكركم جزيل الشكر على الاستقبال والصبر طويل، هم اللي كثافة الاستقبال، وشاكركم على الحماس. أنا ما نعرف المجاملات، وأنا ما علي فريضة عني نقبل الرئاسة له الموريتان، ولا علي فريضة فرض عين عني نحرر له الموريتان من اللصوص، هي لا فرض كفاية، وأنا انضربت عليه منذ الصغر وعتماسي ضد لصوصته. يا غير توما دافعوا عن روسكم، قوموا روسكم، عاونوا فروسكم. انا لي 15 سنة الرئاسة قريب مني طارح علي هيدي، يا غير متقاعدين فيا توما، كارديني الموريتان، كارديني الشعب الموريتاني، كارديني مظلومين الموريتانيين المستضعفين الموريتانيين، هما العايدين فيا طراريح، هما اللي عيبوني. ولاني معمم هم ياسر من الشعب معايا، يا غير هم ياسر ضدي، يا غير ذول معايا يمشوا معايا ويحرنوا. القائمون على حملة المترشح ومناصروه عبروا عن دعمهم لبرنامجه الانتخابي، مشيرين إلى أن البلد يحتاج إلى نهضة تنموية شاملة تطال جميع المجالات، مؤكدين أن بيرام الدها عبيد هو الخيار المناسب لتحقيق ذلك. وكان مناصر المترشح بيرام الدها عبيد قد خصصوا له استقبالا عند مدخل المدينة، عبروا من خلاله عن تمسكهم ببرنامجه الانتخابي والتصويت له يوم 29 من شهر يونيو الجاري. محمد الأمين الخضري، الموريتانية، مبود. شهدت ولاية نواكشوط العربية ليلة البارحة تنظيم بعض السهرات الفنية دعائية خلال الليلة الرابعة للحملة الانتخابية، وقد تزامنت هذه الأنشطة مع حلول عيد الأضحى المبارك. مواصلة لرصد أجواء الحملة الانتخابية المحضرة لاختراع 9 يونيو وتزامنا مع عيد الأضحى المبارك، هكذا تبدو شوارع ولاية نواكشوط الغربية، حيث الأنشطة السياسية والسهرات الدعائية من أجل التعبئة والتحسيس لحصد أكبر كم من الأصوات. ففي مقاطعة تفرق زينة رصدنا تنظيم منسقية حملة المترشح محمد للشيخ الغزواني عددا من الفعاليات السياسية والسهرات المديحية، ليشتد التنافس المحموم بين مختلف المترشحين الذين يرون أن كل أساليب الدعاية تؤدي إلى حصد أصوات الناخبين. أجواء الحملة زينة ومريحة، ونجابر مع شبابنا وأخوتنا ونخوضوا سهرات زينين، فيهم تعبية وفيهم تحسيس، حتى نحن أركة واقفين عبوا شباب والتحسيس، وكان فايتهم ياسر، وبالتالي يحتاج المدة تنزل للساحة. أجواء الحملة ما شاء الله زينة وآمنة، وإن شاء الله ما مواجهين مشكلة من ناحية الأمن. طالبين واللي من المترشحين بدون ذكر أسماء، أي مترشح أحد كامل كردي الدولة يعرف أن احنا الشباب شي. الحمد لله أجواء الحملة، الحمد لله أجواء زينة، الحمد لله هون اللي آمن، الحمد لله راعي هون الشرطة وراعي هون في الخيام، أجواء محترمة هدوء، وطالب وياك اللي يترشح يسوى منه عرب دولتنا شي. فتعددت الطرق وأساليب الدعاية، وتبقى النتيجة المرجوة من ذلك واحدة، التعبئة والتحسيس لإنجاح مرشح على آخر، يرى المصوت في نجاحه
تطلعات وآمالا في المستقبل. وفي ولاية نواكشوط الشمالية تتواصل الحملة الدعائية لرئاسيات 2024 من خلال تنظيم السهرات الفنية والمديحية، ويلجأ أنصار المترشحين إلى إقامة العديد من الفعاليات الدعائية بهدف شرح البرامج الانتخابية لمرشحيهم. تواصلا للحملة الممهدة للسباق الرئاسي للعام 2024، ورغم أجواء عيد الأضحى المبارك، ما تزال ولاية نواكشوط الشمالية تشكل مسرحا للمنافسة بين المترشحين رغم تفاوت الجهود المبذولة في ذلك. ضربت الخيام على الشوارع الرسمية والفرعية للمقاطعات الثلاث للولاية، ووشحت باللافتات التي تحمل صور المترشحين الذين أبى كل منهم إلا أن يلقي ما في جعبته من وسائل دعائية. ضمت اجتماعات وسهرات مديحية في بعض الأحيان، فيما يزال البعض الآخر يكتفي باللافتات الدعائية على المداخل الرئيسية لبعض المقاطعات. سهرات فنية ومديحية وحركة مرورية متزايدة في ولاية نواكشوط الشمالية، مظاهر تنبئ بالاستمرارية النسبية لحملة يسعى من خلالها كل مترشح انطلاقا من برنامجه الانتخابي إلى نيل ثقة ما يزيد على 139,000 ناخب مسجلة على اللوائح الانتخابية لهذه الولاية، وتحقيق أعلى نسبة تصويت له فيها رغم تفاوت الوسائل الدعائية المتخذة لذلك. تشهد مقاطعات ولاية نواكشوط الجنوبية أنشطة دعائية بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية الممهدة لاقتراع 29 يونيو الجاري، وتأخذ هذه الأنشطة الدعائية مظاهر متعددة في ظل حرص أنصار المترشحين على استقطاب الجماهير لإيصال برامجهم الانتخابية للناخبين. عندما يلقي الليل سدوله، يبدأ سكان ولاية نواكشوط الجنوبية السير راكبين أو راجلين للاستمتاع بجو الحملة الدعائية التي دخلت يومها الثالث، بحثا عن مقر هذا المترشح أو ذاك، إلى الاطلاع على البرامج السياسية لاختيار المترشح الذي يناسبهم برنامجه السياسي. رغم هدوء الأجواء العامة للحملة في المقاطعات الجنوبية ذات الأنشطة الاقتصادية الحيوية في العاصمة نواكشوط، أجواء الحملة هون بالنسبة لهذه المنطقة الولاية الجنوبية ما بات قبال عادة ذكية حماسية وشي قجعود منك السبب أجواء العيد حال والناس واحلة في العيد وذاك الشي قجعود ذاك، والمازال ما فسنا بعد شفنا ذاك الحماس كي الحملة الماضية الحملات ما ذاك الحماس وذاك ما شاء الله ما فتنا شفناه من أجواء العيد وذاك بين الناس واحلة في الأعياد زارك وذاك، ونتمنى بعد عن يوم في العيد نشوفوا ذاك الحماس شفنا في الساعة نشوفوا شقع أكثر من ذلك. صور ومكبرات صوتية تشدو بأساليب دعائية لبعض المترشحين إعلانا للراغبين في الإطلاع على البرنامج الانتخابي ليقنع به كل صاغ. السياسيين اللي مترشحين للرئاسة فعلا هم برامجهم ياسر فيهم مغريين ياسر فيهم ياسر فيهم يذكر لك ياسر من شنو لا يعدل وتحق زينا حتى. يعني أنا كمواطن أفكر لا في شيء لا يرفع 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 دولتي، إن شاء الله إن شاء الله يقدرون ناكل في الخير إن شاء الله، إن شاء الله يوم الاقتراع إن شاء الله دون عود اللي قدام إن شاء الله مساهمة في تقدم وطننا. يسعى المواطنون خلال الأيام القادمة للاطلاع على البرامج السياسية لاختيار المترشح الذي يناسبهم برنامجه لإعطائه أصواتهم يوم الاقتراع. نهاية النشرة، نذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة العيون، والإمام يحث في خطبته على التقوى والابتعاد عن التفرقة. بلادنا تخلد يوم الطفل الإفريقي، وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تستعرض الخطة الوطنية لحماية ودمج الأطفال فاقدي السند العائلي. المترشحون لرئاسة الجمهورية يواصلون أنشطتهم الدعائية في مختلف ولايات الوطن. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.